العشر على الأبواب، ها هي العشر على الأبواب، يا من أضعت الأوائل والأواسط من رمضان، ها هي العشر على الأبواب، يا من أسرفت على نفسك في رمضان، ها هي العشر على الأبواب، يا من أضعت الصلاة والصيام، ها هي العشر على الأبواب، يا أيها المسلمون العشر على الأبواب، يا أهل الصلاة أقبلوا، يا أهل الصيام أقبلوا، يا أهل التهجد أقبلوا، يا أهل الزكاة أقبلوا، فنحن مقبلون على العشر، فهي خير ليالي الدنيا، العشر خير من الأهل ومن المال ومن الولد ومن الذهب ومن الفضة، وكيف ذلك وهي العشر الأواخر من رمضان. القرآن الكريم كلام رب العالمين، القرآن طبيب القلوب، القرآن كلام علام الغيوب، هذا القرآن نزل في هذه الأيام، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، قال ابن عباس والروح هو جبريل، جبريل أمين السماء وأفضل الملائكة، بعد ساعات سوف ينزل جبريل سوف ينزل في العشر على الأرض يا عباد الله، الملائكة سوف تنزل يا مسلمون في هذه العشر. الله الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اعتزل النساء وشد المئزر وأقبل على ربه جل في علاه، يا الله محمد رسول الله حبيب الله خليل الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محمد صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى، محمد هذا النبي كان يعتكف العشر، فكيف بحالنا؟